اليوم رح نحكي عن شيء موجود بالطبيعة، كلياتنا بنعرف انه كل عوامل الطبيعة لها تأثير على نفسية وجسد الإنسان، هذا الشيء أكيد ما لا يخفى، اللي هن الماء والتراب والهواء، وخصوصا لما بينجمعوا بشيء معين. نعرف انه الأحجار هي توافق وتكامل، وخليني أقول تكوين بيتكون إن كان من المي أو من التراب. صحيح. مع الهواء. فخلينا نقول اليوم رح نحكي عن الأحجار الكريمة، بعض أنواعها، بعض تأثيراتها على جسم الإنسان. هو علم موجود، علم الطاقة، وخصوصا باستخدام الأحجار الكريمة. وأكيد ضيفتنا لليوم الضيفة الغالية على شاشة الإخبارية، غالية البغدادي. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك. يسعد لي صباحك. صباح الطاقة الحلوة. يخلي لي ياكي. صباح الخير غالية. يسعد لي صباحك اليوم. صباح المطر والألوان الحلوة والطاقة الحلوة حبيبتي. عم نحكي عن موضوع هو ارتبط بالبشرية من عبر العصور، يعني نحن ما نو حديث الولادة ومكتشف جديد. في ناس بتقلك شو هالشعوذة بالآخر، يعني صحيح. في ناس بتقلك لا أنا كتير بآمن بهاي القصة وكتير بحب ألبس شيء يناسبني، بس هون بتضيع القصص بالتفاصيل الصغيرة، إنه أنا شو ممكن ألبس وشو ممكن ما يناسبني. قبل ما نفوت بهدول التفاصيل، سامع صوت الرعد؟ شايفين؟ خلينا نهرب. خلينا نعرف هيك بشكل عام شو هي الأحجار الكريمة. تمام. أنا لحكيتي شغلة كتير حلوة بالبداية، إنه الناس بتقول حرام أو شعوذة. هلا الحجر الكريم هو له طاقة، خلقه رب العالمين، عرفتي؟ فكل شيء خلقه رب العالمين هو له طاقة، فليش نحن ما نستفيد منه، خصوصي اذا هو له فوائد كثير مهمه، وحتى له فوائد علاجيه للناس اللي ما بتعرف. يعني كيف نحن مثلا اذا شخص مرض ممكن نشرب حبه دواء؟ لا، نحن عندنا شيء ثاني ممكن، اللي هو ممكن حجر كريم يفيدنا بشيء معين. اكيد مو يعني نستغني عن الدواء، اكيد لا. هلا الاحجار الكريمه، الغلط احيانا اللي بيفكروه الناس، بيفكروا انه هي مثل المعتقد عندهم، هدول بيفكروا انه شعوذة والقصص، انه هي مثل تميمه، يعني انا اذا ضاعت يا لطيف ضاع حياتي او توقف مستقبلي. تمام، او توقف مستقبلي، خصوصي اذا كان كثير متعلق بالحجر. اكيد لا، الاحجار الكريمه هي سبب من الاسباب لحتى ممكن احيانا تمص طاقه مرض، تساعدنا على حسب مواليد البرج. والشيء الثاني اللي هي انه هو عن جد بيعطينا طاقة إيجابية، إذا أنت حامل الحجر اللي بيناسبك فهو ممكن يسحب طاقة سلبية ويعطيك طاقة إيجابية، وأكيد له طريقة تنظيف وطريقة اهتمام فيه. تعرفي سلمى، يعني هو صحيح علم كتير قديم، ولكن نحن لهلا عم نفتقد لثقافة هذا العلم. صحيح. يعني غالي عم تذكر شغلات التنظيف، الشاكرات، هدول القصص. تماما. عم نحكي فيهم كتير بس هنن ما عم يوصلوا صح، يعني وبترجع ناس بتقلك بلالك هالخزعبلات. بنرجع بنحكي يعني. يمكن للنقطة الأولى اللي طرحتيها رشا، إنه في أشخاص بتآمن بهذا الشيء وفي أشخاص لا. بعيدا عن الإيمان أو عدم الإيمان، خلينا ندخل بتفاصيل علمية. موجودة وعلمية، اللي هي نوع الحجر، الأساس من وين متكون، بتبلش بيبين عنا لمين أكثر شيء الأبراج، أو خليني أقول الفئات الشهرية اللي إلها علاقة بالشهر وبالسنة. خلينا نبلش نشرح معنا شوية أحجار غالية، إذا بتحبي نبلش نشرح عليهم. تماما. هلأ أكيد أي شخص يعني ما بيعرف الشيء يجهله، فهو اكيد حيحكي عنه بشغلات انه ما منيحه، بس الشخص لما يبحث ويقرا عن الاحجار الكريمه حيعرف فوائدها. هلا بدنا نحكي عن شيء اللي هو مثلا الفيروز، اللي هو الناس تماما اللي هو الناس كثير بتحبوا هذا الحجر الفيروز، بيقولوا لك احيانا حتى مرتبط بقصه العين او الحسد او شيء. هو من الاحجار اللي هو بتسحب بالفعل الطاقه السلبيه، هو مرتبط غالية بهي القصص. هلا هو اعتقاد الناس او اللون هو مريح فبيربطوه بهذا الشيء، يعني مثل وقت العين الزرقاء او شيء، هو اللون الازرق مرتبط بهذا الشيء. شكرا. هلا الفيروز حبيبتي خليه، عن جد الفيروز من الاحجار اللي هي عن جد جدا مريح. وإذا بدنا نفوت بتفاصيل أبراج، هو كتير منيح لبرج الحوت، لبرج الحمل، لبرج العذراء، هدول الأبراج اللي هن بيفوتوا بحالات كآبة أحيانا. فحجر الفيروز اللي هو من الأحجار يلي كتير مريح وبالفعل بيسحب طاقة سلبية. طب بدك تقولي لي كيف بده يسحب طاقة سلبية؟ أعطيني شيء علمي عن هذا الشيء. هلأ هو خلقه رب العالمين من أحجار يعني مي وتراب مثل ما حكيت سلمى بالبداية، فهو له طاقة، كل شيء خلقه رب العالمين له طاقة. بدنا نحكي عن سر كيف أنت تكشفي الحجر إذا هو حقيقي أو لا، لأنه إذا أنت حملتي حجر اصطناعي ما حتستفيدي من طاقته أبداً. صحيح. أما لما بتحملي حجر طبيعي تستفيدي من طاقته. الحجر لما بتحمليه مجرد ما حطيتيه بباطن كفك، اكيد اول شيء كوني مشتغلة على الشاكرات، احنا في شاكرات هون مراكز بالكف هي خصوصي للعلاجات، فنحن مجرد ما عملنا هيك حملنا الحجر حطيناه مثلا هلا هذا فيروز حملناه حطيناه هيك بلشنا نقيس الطاقه تبعه.
حتحسي وكأنه في شيء مثل مغناطيس تماما، كيف سالب وموجب تحسي بيعطيك ايه، بتركزي على هذا الموضوع، بتحسي عن جد فيه، بتلاقي انه بتعرفي انه هذا الحجر طبيعي. اما اذا استي واستي ما طلع معك شيء، هلا هذا طبيعي غالية؟ مستحيل طبعا. هلا هذا طبيعي، هذا رخامي تمام، فيروز نوع الرخام. هذاك الفيروز تماما، هذاك الفيروز هلا بدها تركيز القصة هيك مره على مره بتبين شاكرات او شيء تماما. فمن هون بنعرف انه هذا الحجر طبيعي. طب فوائده شو بيعطينا؟ اي حجر انت بتحملي، ان كنتي انت مثلا بتامني عن جد مثلا بالحسد او بالعين، هو حجر طبيعي. مجرد ما بدها تجيكي اي طاقه سلبيه، بالفعل الحجر هو قادر انه يمتص شيء قليل منه. يعني هاي شيء علمي مو كذب. كثير مفروض ناكد على كلمه علمي. اليوم نحن عم نحكي علم، ما عم نحكي خزعبلات، ما عم نحكي شيء نحن هيك حابين نطرحه. يعني بعدين في شغلات كثير صارت موجوده، بيقدر شخص يجرب والتجربه لحالها هي اكبر برهان مثل ما بيقولوا. طبعا أكيد. خلينا ننتقل غاليه لهذا الحجر، ما بعرف اذا هلا هو بيبين معنا اللون. الاماتيست، هذا حجر الاماتيست اللي هو اللي معك سلمى، هذا مثل ما له مصقول، مثل ما لهن اخذينه يعني من الجبل، بدون مو ساقلينه. اما الثانيه اللي بالايد الثانيه هو مصقول. عرفتي هذا الشيء؟ انا انتبهت انه الاثنين نفس الشيء. تمام هذول تمام. هلا هذا كثير من الاحجار اللي هي كثير مريحه يعني بتريح. هلا هو هذا الحجر اذا نحكي على الاماتيست هو بيناسب برج القوس. ليش برج القوس؟ الابراج الناريه لها يعني حجر معين؟ تماما. هلا كل برج وله حجر معين. هلا اذا بدنا نروح لبرج مثلا ابراج مثلا الناريه، بيناسبها كثير الالوان الاصفر او الاحمر، يعني ياقوت او كهرمان، لانه هن عن جد عندهم طاقه وكوكب الشمس. فبيحبوا هدول الاحجار اللي هي على طول فيها سطوع او هيك او ظهور، يعني بتكون لونها شوي ازرق. بحبوه كمان يعني، بحبوه اكيد، بحبوه الازرق لانه هو ليكي حجر الفيروز من الاحجار. اول شيء متوفر عنا كثير، الشيء الثاني بالفعل مريح للنظر. يعني انت اذا طاقته بتمشي مع كل الناس تماما. يعني انت اذا بتحطي هيك على الطاوله عندك فازه، حطي فيها كم حجر فيروز، بتحسي حالك انت مرتاحه. صحيح. وحتى هلا هذا ياقوت احمر. هي عرفت تماما. كنت لك قولي ايه حتى لو مو ياقوت قولي. لا ياقوت عقيق. هلا هذا العقيق تمام. لمين بيناسب العقيق؟ هلا حتى العقيق عندنا يا مثل الفيروز، العقيق كمان بيناسب يمكن تقريبا. يمكن في قدامك عقيق اكبر شوي مشان تبين على الكاميرا، لانه هي كثير صغيره مشان ما نعذبهم. تماما. فحتى هو الـ شو اسمه العقيق بيناسب كل الابراج. في عندنا هذا العقيق البني، وفي عندنا العقيق الابيض، وفي عندنا العقيق الاحمر. صحيح. كمان هنن تقريبا بيناسبوا كل الناس، هو بالفعل بيسحب كثير طاقه سلبيه. رح اقول لك ليش، ورح اعطيك. بنشوف كثير ناس بتستخدمه بالمسابح. تمام. يعني باعتبار انه مسابح. مسبحة. تمام. المسبحه لما بتكون من العقيق بيكون لها بتعطي طاقه. صح. وحتى بيرمزوا له رمز روحاني. فبنشوف اغلب بالامور الدينيه بنلاقي المسابح معموله اما من العقيق او من الفيروز، بعض الاشخاص بيحبوا. تماما صح 100%. رح اعطيكي شغله كمان عن الحجر العقيق بالذات. هو كل الاحجار، بس العقيق لانه متوفر عنا. فانت اذا كان عندك حجر عقيق، اهم شيء التنظيف. يعني شوفي بدي اقول لك شغله، ما فيك تيجي تقولي لي انا والله هذا الخاتم وردته عن ستي، كانت ستي حاطته 20 سنه واخذته. ستي بتكون عايشه حياه ماساويه. طيب انت نظفتي الحجر قبل ما تلبسي؟ انت بتعرفي انه هذا الحجر بيسحب طاقه؟ يعني انت مجرد ما لبستي، شوفي على فكره يعني شيء انت لبستيه ما بصير تعطيه لحدا، خصوصا اذا كان حجر كريم. بينقل لانه هو اليوم بتنقلي انت اكيد طبعا، بينقل هو لانه هو لامس هالتك وبيسحب الاحجار الكريمه فورا بتسحب. فانت عم تتنقلي هذا الحاله اللي عند الشخص او المرض او شيء. اهم شيء تنظيف الحجر، لازم مره كل 15 يوم ينغسل بمي وملح، او نحطه بالشمس اذا كانت الاحجار الصفراء يعني بتحب كثير الشمس، فنحطه بالشمس. او عندنا الشيء الثاني اللي هو انه ممكن مثلا نشعل اي نوع بخور ونبخره. في ناس بتغسله بالمي. لا مي وملح، مي لحاله ما بكفي. ما دائما بيقولوا الملح هو هي أساس. بقى هي السحريه، هي ترتيب الشاكرات. تماما هي مزبوط. ترتيب الشاكرات. هلا دارسه انا منيح. تماما حافظتهم. هلا هي بقرب عليها شوي لحتى تبين. بتنظم مراكز الطاقه بالجسم اذا كان الشخص عنده اي هيك يعني مسارات الطاقة عنده مسكرة، فهذا عن جد كتير بيساعد. مين في يلبسه اليوم لهذا الحجر؟ هلا أي حدا عنده عن جد بحس حاله إنه هو تعبان وما له قدران يعمل شيء. هاتية. أو شيء فبيضل على طول يحمله هذا نحن بنقول له بندول. يعني اليوم الشعب كله بده يلبسه، شو بتقولي له؟ بندول هي أداة من أدوات تفريغ الطاقة. تماما. فهي بتفرغ الطاقة حتى نحن أحيانا اليوم نحن بحاجة ل 23 مليون قطعة
من هدول القصص. تمام. زلتينا اياهم هيك على ذوقك. تمام تكرمي. زلنا شوي بالعدد اوكي. على فكره بتعرفي انت اذا كان عم يعني لا سمح الله عم بيجعه الشخص اي شيء، مجرد ما حملتي الحجر الكريم اذا كان حقيقي يعني اصلي وحطيتيه على مكان الوجع وقلتي له حكيتي مع الحجر قلتي له اعطيتك خمس دقائق اسحاب من الطاقه يلي عندي او اسحاب من الالم، بتعرفي انك بتحسي انه في شيء عم بيسحب وبتتحسني؟ طيب هلا نحن مشان ما الناس تقول ايه ولا وايه ولا، رح ندعو الناس انها تجرب. تجرب يعني أكيد. الاحجار موجوده بالسوق وصار معروف الطبيعي من غير الطبيعي، في كثير ادوات لتكشف. بس المشكله معك سلمى يعطيك الشيء الصح. في طرق لاختبارها عند المحلات ما عاد. هلا هذا لا شوفي هلا هذا بيقولوا له حجر القمر، هلا هذا هو في اضاءه مبين معك، بس انت اذا بتعملي هيك بتطلعي بتلاقيه ضاوي. هلا شوفي سلمى هذا مصقول في عنا هذا هذا نفسه القمر، بس هذا شوفي لسه بالقطع هذا اللي... حجر مثل ما هو. تمام مثل ما هو ما بيقولوا لمعته مبينه ما بدال. تمام هذا بيقولوا له حجر القمر في لمعه جدا جدا قويه، هذا بيناسب على فكره الابراج السرطان الجدي لانه بيعطيهم شويه هدوء هنا على طول بيضلوا. طيب والابراج الهوائيه هلا الابراج النسيانتيه تماما لا اكيد ما لي نسيانتهم. هلا شوفي عندك الكوارتز الحجر هذا الزهر، الكوارتز هذا لانه كثير بيناسب هالابراج بالفعل وبيعطيهم راحه، حتى مجرد ما تطلعوا عليه بتحسي حالك انك انت مرتاحه. وهو بيفيد احيانا بنلاقي نحن بيفيد شاكره يعني كيف بدي اقول لك القلب، مع انه لونه مو اخضر بس هو كثير مريح يعني كثير مريح بتحسي بتريح بيريح القلب هو والاحجار الخضراء هدول تمام يعني مثل الزمرد او هدول. طيب غاليه هيك اذا قلنا مشان نرجع نعيد المعلومه بشكل سريع، الابراج الناريه شو بيناسبها؟ وخلينا ناخذ هاي لنحكي هاي شو اول شيء. هلا هذا كريستال. كريستال يعني ما بدنا ننسى شغله انه هو الكريستال كثير مهم وكثير بيسحب طاقه سلبيه، يعني حتى اذا انت ما حملتي اذا حاطه ببيتك او على مكتبك مثلا في اشكال كثير كريستالات تحطيهم بالفعل اي حدا بيجي لعندك او اي شيء اذا كان حامل طاقه سلبيه بتحسي الحجر فورا مصا. صحيح صارت مره حدا فات لعنا عنده طاقه سلبيه زياده لا ما وقع البيت في مثل ما بيقولوا صحن نفاضه كريستال مثل ما هي تفتتت صح من دون ما حدا يلمسها. تماما بس اذا كان موجود ما تفتت لازم يتنظف فورا، خصوصي اذا انت بتعرفي انه هذا الشخص عنده طاقه سلبيه. ننظف الكريستاله بعد ما يمشي، ننظف الكريستاله بمي وملح بنفس يعني الطريقه، نمسح الغبره قبل وبعد. نمسح الضيف. هلا بتعرفي شو، هلا انا كثير بحبهم بغرف الجلوس وعلى مدخل الباب الشخص لانه هو فايت الكريستال، خصوصي اذا كان بيلفت منظف نظر. فورا بيلفت نظر الشخص اجباري بده يطلع والكريستال فورا بيسحب. صار في كريستال الوان كمان يعني مره ازرق والوان متعدده. ذكرتي مره المرايا بيوجه الباب وقت حدا بيفوت فالعين فورا بتاخذ المرايه. اكيد هلا المرايه من الشغلات اللي كثير مهمه بمدخل البيت، يعني الناس هن مفكرين انه احنا بنحطها بس زينه، هي ابدا مو زينه، لانه الشخص هو داخل اول شغله بده يلفت نظره ويتطلع على المرايه، بده على اساس انه هو عم يشوف حاله، بس ما بيعرف انه هي المرايه عن جد حتسحب كثير طاقه منه او طاقه سلبيه هو حاملها، بس كمان تتنظف المرايه. طيب غالية بس لأنه الوقت بلش ينفذ، في عندك كم حجر نحن مو طايلينهم إذا فينا نطلع؟ تمام. الأخضر تمام. يمكن تمام. والأحمر تمام. الأحمر الناري هذا الياقوت. الياقوت طلعناه. وهذا الزمرد ايه؟ تمام كمان هذا نوع من أنواع الكريستال، بس هذا اللي في هيك غباشة بيقولوا له كمان هذا الحجر كثير مريح. هلا هذا زمرد هذا كثير مريح للقلب يعني كثير مريح، حتى اذا شخص عنده على طول هون بيضيق نفسه او بيتضايق عند الصدر عن جد يحطه بس على هون على هذا المكان بحس حاله كثير ارتاح. هو بحر اليوم هذا العلم واليوم كثير مهم. خلينا هيك من باب التجريب للناس اللي ما بيامنوا بهي القصه، ولكن هي موجوده عن ايام الفراعنه اذا بنرجع بنشوف مسلسلات قديمه. اكيد قد ايه كانوا يهتموا بهي القصص ان كان بالتيجان والاكسسوارز يعني بشكل كثير كبير. هات شو قلنا قلنا شرحنا شيء عنه. هو نوع من انواع الاحجار الكريستاليه بس هو بيجي هيك في غباشه يعني هو سبحان الله مو صافي تماما. هلا بدنا نحكي شغله كثير مهمه انه هو الحجر عن جد له طاقه وعن جد له خصوصي اذا كان كريم وعن جد بيعطيكي فائده كثير قويه، بس على حسب الاشخاص بقى هن اذا كان الحجر اللي عندهم حقيقي او تقليد. هون بقى بيجي الاختلاف لك استفدت او ما استفدت، بس نحن لما بنحط احجار كريمه بالبيت عن جد بنحس في طاقه بنحس في طاقه بالمكان يعني زمانه الحجر اليوم اصلي نحن ما حنستفاد من طاقته ابدا، هو مجرد للزينه الاكسسوار تماما فقط. يعني مثل ما انت بتحطي ببيتك مثلا زريعه طبيعيه وزريعه اصطناعيه هي ما حتعطيكي طاقه. كل يوم شو اسعارهم غاليه يعني كسعر بالسوق؟
شوفي انا اعطيتك الشيء اللي هو موجود واللي هو عن جد اسعاره عاديه مقبولة. يعني مثلا عندك الفيروز كثير موجود عندنا، وعندك العقيق كمان كثير موجود، وله احجام، يعني هو الحجر على الوزن، فكل ما زاد وزنه كل ما زاد ثمنه. بس يعني بالعموم الاحجار ابدا مو غاليه عندنا، يعني انا بتطلع بشوف في فرق جدا شاسع بالاسعار برا، كثير الاسعار اغلى بكثير. اكيد. بالختام بدنا نشكرك غالية بغدادي على وجودك معنا وعلى كل المعلومات اللي بتعطينا اياها دائما. نتمنى الطاقة والصحة والخير لكل يلي عم بيتابعنا، وشكرا لك حبيبي.